كنا نايمين وامي كانت فاتحه باب الدرب تسمع اخبار، وفجاه اليهود ضربوا علينا صاروخ بدون انذار يعني، وصحينا انا واخواتي ننادي على امي يما وينك، وامي مسكتنا واعطتنا لعمامه. عمي راح وداني على المستشفى، ولما ابويا شافني انصدم. ابويا كان مداوم بيشتغل يسجل اسماء الشهداء والاصابات يعني والجرحى، وانصدم انه يعني كيف اولاده اللي جايين. انا سافرت على الاردن وانا الجريحه يعني، وعالجوني وبتروا لي رجلي وركبوا لي طرف والحمد لله. انا اليوم رح ارجع مدرستي وادرس واشوف صحباتي ومعلماتي، وانا زي البنات ومبسوطه كتير لانه بدي ارجع على مدرستي. والله فرح أول ما صابت وهي في مستشفى الشفاء، كان وضعها صعب جدا، كان معها نزيف ورجلها كانت ملتهبة التهاب شديد، فكان لازم إنه نعالجها برا. صح في علاج هنا في غزة، بس يعني حالتها كان بدها تطلع برا لأنه كان وضعها الصحي صعب جدا. والحمد لله طلع نشدنا وطلعت برا على الأردن، والحمد لله ركبوا لها طرف وهينا الحمد لله رجعنا، وإحنا مبسوطين كتير إنها ركبت الطرف وراح ترجع على المدرسة تلعب وتتعلم وتشوف البنات تشوف صحباتها تشوف معلماتها. فرح ما شاء الله عليها قوية بتتحمل، يعني إصابتها كانت صعبة ولكن هي تحملتها، كان جروحها ملتهب كتير وهي بالرغم من جروحها كانت متحملة كل الوجع. يعني بعد ما ركبت الطرف عادي بتمشي وبتلعب وبتمارس حياتها الطبيعية عادي جدا. مثل حالة فرح هنا في غزة في حالات كتير، يعني احنا بنتمنى لو الدول العربية تاخدهم وتعالجهم برا، لانه هنا في غزة ما في علاج. يعني لو يتعالجوا برا بصيروا زي فرح، بيركبوا اطراف وبرجعوا بصيروا يلعبوا ويجروا زي باقي اطفال العالم.